عرفتوا طيح لي الضيم في هذا الصباح هذا توحشت بنتي Ora, mia amici, prego. Non è che si Italia, che devo andare in italiania. A posto, mia amici, Italia, Firenze, Mare Dense, Brava Viconse. Si è in shock la mare. الو ايطاليا انا جيت اوكي المهم بغيت نوضح لكم واحد الحاجه البارح حطيت لكم النمره ديال التليفون يعني اللي بغى يتواصل معايا على حساب شي كولابوراسيون كتواصلوا معايا اختي سمعتك كتقول لي خدمه هنا خدمه اختي شنو انا خدامه في القطار راسي كنت تقول لي حطيتي هذه النمره قلتي فيها الخدمه انا قلت لكم هذيك نمرتي ديال الخدمه يعني اللي بغاني في شي خدمه يتواصل معايا على هذيك النمره اللي بغى شي كولابوراسيون فيزيكا او كيميكا نو كيميكا نو زعما فيزيكا زعما فيزيكا مينتي ولا غير في الانستغرام يتواصل معايا على هذاك الرقم هذاك الرقم ديال ديالي انا ديال لي كولابوراسيون اللي بغى ندير كولابوراسيون كلشي اللي تقول لي اختي واش كتعاوني واش ميامي راه زمان ما كاينش حاجه سميتها المعاونه كاينش حاجه سميتها نوض نخدم على راسي ما تقوليش ليا ما عندكش امكانيات الامكانيات هما صحتك وعقلك الا عندك الصحه السليمه ولا عقل سليم غتبغي تكعلي تخدمي الا كنتي مريضه فالله يحسن العون هذيك حاجه اخرى الورا ميامي بغيت نوضح واحد الحاجه فاش كنت في المان تلاقاوني بزاف ديال الناس هكا لي فان ديالي وداكشي وانتم كتعرفوا المان فيها الروافه بزاف و تنهضر معاهم بالريفيه و تيسولوني تيقولوا لي ما تشم داري فيه نيش 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 ماشي داري يفيد نيشي ما داري يفيد نيش تستغغ اجن تيمبو بالحسيمة يعني تستغغ واحد العامين بحال هكا وتمت على المغة تسيورغ داري يفيد شحال هادي تسيورغ مليح ولا اني دابا والو نسات ليا ولكن تفهمها كل شيء تفهمها كل شيء انت تقولو داكشي كامل فهمه غير وكندير راسي وتفهم شي ما يتفهم كلشي ولاني باش تصيره شويه كوم سي كوم سا فهمتو الريف انا جايه ما بقى عيط لي شو تقول لي بغيت نعرض عليك بغيت تجي عندي تاكلي عندي خوتي جو سوي اوكيبي مو دافيون انا تنقولها لكم انا كناكل في الزنقه فاش نكون مصابره ما كناكل عندها هانتوما البنات مرحبا بكم عندي في الدار مرحبا بك امال هذيك اختي هانتوما الطاجين ديال الكفته الشلاضه اي الو رامي اميتشي البلاصه عجبتني بزاف تخي كالم زوينه هنا فين يقدر الانسان يجي يدير الاشال البرودوي ديالو
داكشي تخونكي ما كاينش الصداع ما كاينش الحيحه ما كاينش الناس. هادشي هو اللي الهدف ديالنا حنا من هادشي كله هو الكالم, هو الانسان يحس بواحد ترانكيليداد. يعني جيت بغيت نعرف الناس على البرودوي ديالي, جيت لواحد البلاصه كالم, يجيو الناس اللي غادي يديروا الاشهارات, فهمتوا؟ داكشي كيكون تخي كلاس, داكشي كيكون اورغانيزي زوين كلاس. المهم هاد البلاصه كما كتشوفوها كبيره بزاف ما شاء الله, كيف ما قلت لكم عندكم فين تباركيو طوموبيلاتكم. انا غنحط لكم دابا العنوان على حساب غدا الا بغيتوا تجيو غدا, راه دايرين يعني يجيو حتى الناس اللي ما حاطينش السلعه ديالهم يقدروا يجيو الا بغاو يجيو. بحال البارح واليوم كانوا غير الناس اللي عندهم المشاريع. المهم انا كاين شويه ديال الصداع. المهم بلاتي خصني نرجع عندكم فين غادي ديروا القهيوه اللي بغى القهيوه. المهم خليوني نشرح لكم البنات. قلت لكم البارح واليوم كانت, المهم البارح ما كنتش انا, اليوم كاينه انا طبعا. البارح واليوم كان عندهم الناس اللي حاطين السلعه ديالهم, كان عندهم بحال واحد الريونيون, واحد التعارف على كيفاش يخدموا في الانستغرام, كيفاش يكبروا المشاريع ديالهم. بحال اللي نقولوا حنايا عطاوهم البارح واحد لي تكنيك ديال لي ماركتينغ باش يبيعوا, باش المشروع يزيد للقدام. وانا علاش بغيت نوريكم هادشي, حيت نوريكم هاد المناظر اللي عجبتني البنات. دابا هاد المناظر الخلابه, هاد الكالم, هذا راه هو. ودابا لهي فين كاين المعرض, وهنا فين اللي بغى يشرب شي حاجه, بغيتوا تشربوا شي حاجه. المهم كيف ما قلت لكم البارح واليوم كاين بحال نقولوا حنايا يعني الريونيون. غدا ان شاء الله اللي بغات تجي قلت لكم غدا اللي بغى يجي مرحبا بها البنات. انا كاينه اليوم وغدا. المهم اليوم كيف ما قلت لكم راه كاين اجتماعات, ولكن غدا غادي يكون ان شاء الله اللي بغى يجي يجي مرحبا به. اوكي الناس ديال الطاليان, الناس ديال فرنسا, الناس ديال ميلانو, الناس ديال ريجو, الناس ديال مودينا, الناس ديال بارما, الناس ديال تنساو لي البروفينسيات اللي كاينين هنايا في الطاليان, تنساو لي, ولكن اجيو. بحال دابا من ميلانو البنات عندكم ترانس سريع كيدير ساعة و15 دقيقة, يعني ساعة و15 دقيقة باش يجيبكم من فرنسا, ومن فرنسا تجيو لهنايا. راه ساهل الأمر. الناس اللي عندهم طوموبيل مثلا ساهل عليكم الأمر, غادي ديروا البنزينة غادي تجيو, يعني غادي تجيو غنضحكوا غنشطوا غنشوفوا بعضياتنا, نديروا تصاورات, نديروا اللي بغينا, نديروا الشو, غنغوتوا نحيحوا نحزقوا. راه الطبيعة أختي, بغينا نجري ونحيدوا سراولنا. بغيت نقول نعيشوا. بالنسبه للبنات اللي مثلا بغيتوا تجيو وبغيتوا شي رقم تليفون اللي تواصلوا فيه, نحط لكم الرقم ديال امل تواصلوا معاها. ولكن يعني كيف ما قلت لكم عندكم فين تلفوا, حيت انا حطيت لكم الاوبيكيشن, يعني حطيت لكم البلاصه فين كاينين حنا, يعني غدا عندكم فين تلفوا. لكن لا غترتاحوا الا هضرتوا في الواتساب وقلتوا ليها عافاك اختي قولي لنا بالضبط البلاصه, راه كاينه عاوتاني الله يحسن العون. كاين الانسان اللي ما عندوش مع مثلا الانستغرام ما غاديش يفهم مزيان, فغنحط لكم النمره هنا ديال حبي امل. اجو مرحبا بكم البنات, اجو غدا نضحكوا في العشيه, نديروا احسن عشيه بيناتنا, نضحكوا نشطوا نديروا الشوا. شنو هي الشوا؟ باسكو جو سوي اي لاف يو الشوا, فلهذا غنديروا الشوا.